أشير إلى أن إن شاء الله من خلال العهدة الثانية هاته وفي ظروف تسمح لنا بذلك سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن السياسية منها والاقتصادية والشبانية أن ندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معا المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، مش ديمقراطية شعارات، ديمقراطية التي تعطي السيادة حقيقة لمن يستحقها.